لقد أسفرت نتائج الإستحقاق على نتائج صنفتنا كقوة سياسية أولى في البلاد ونحن نُحسن هذه القراءة وهذه النتيجة التي تحملنا مسؤولية كيف نرسح كيف نسعى لترسيخ مشروع نوفمبر في إقامة الدولة الديمقراطية الإجتماعية العادلة والمساهمه في ترقيه التعدديه وحمايه الحريات والتصدي لمحاولات اعاده مناخ الفساد السياسي والمالي الذي لم تتطهر منه البلاد بعد وسوف اتعامل مع الواقع الجديد كما هو دون طعن وبكل صدق ونصح ساعيا لاصلاح وضع بلدي من اي موقع شعبي وسياسي أكون فيه، ويشهد الله أن أنني كنت صادقاً فيما أقول، ومهما كانت النتائج المعلنة، فإنني أطلب إعفائي من مهامي كرئيس لحركة البناء، وسأضع نفسي رهن مؤسسات حركة البناء الوطني التي سوف تقرر في وضعي وفي مستقبل المسارات. والسياسات المختلفه وسوف احترم قرارات المؤسسات الشوريه لحركه البناء الوطني